أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين مداراة هرقل الروم لقومه وبين مداراة النجاشي لقومه؟ فإن النجاشي ظل مستترا مظهرا لقومه النصرانية وهو في الحقيقة مسلم. ما هي مداراة اللي جرى من هرقل؟ ما هي مداراة، هذه موافقة خشية على ملكه. ولم يسلم النجاشي، أسلم وشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لكنه في بلد لا يقدر على تنفيذ كل ما يريد، فهو شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النجاشي أبى أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.